احنا نشتغل شيء طيب، هذا يرضي بالهذا، هذا يذكر هذا، هذا يساعد هذا. صعب ترى جدا انه يصير العمل فردي. ابدا اول شيء الله يرزقني ارزقني ورزق مني. اي والله لا تعتقد انك تروح الحال، ترى الرزق خير واجب، وترى هذه جزيره السماء لو في 1000 فاحص ما تكفى اللي في الجزيره العربيه. عندنا خير، عندنا حلال طيب. طيب بعد ذلك، بعد ما تشوف انك انت الان اسست نفسك فعليا، اللي عليك تسويها الان يعني اقل شيء انك تمارس الشغله وتكون انت مثلا موظف. اذا انت والله حاب تشتغل في الماعز تشتري ماعز، فانت تملك الشهاده وتملك خبره وتملك يعني حتى انك تصير مربي، فتفهم ايش يقوله المربي نفسه عندما يشكي يقول عندي حيوان مريض فيه. اقرا اقرا اقرا، ترى حتى كتاب وانت عارف وش اللي فيه اقراه مره ثانيه ترى يذكرك، ولا يمنع انك تعدل، ترى مو بعيد. هو اللي صار ابو علي مع الكاتب وكاتب كتابين ذا، تقدر تعدل عليه. ليش؟ لان الدنيا تتغير تطور، يحصل اشياء بالمستقبل تطور. يعني من اول كانوا يعجبون الجراب شلون؟ زيت محروق. الحين ببره، ابره وحده، كريم، اشياء بسيطه جدا، مع الوقت في تطوير. فالكتاب عندما يظهر لا يمكن. اليوم الثاني والأخير لدورة فحص السونار في ركن عقلات مدينة الأنعام. إخوان هنا ما شاء الله يعني. دكتور يوسف يلا حيو. اليوم آخر يوم لدورة فحص السونار. اليوم آخر يوم للشباب، واللي ما يفهم إن شاء الله أبد. إحنا موجودين، اللي يقول إنه يعني ما وصل للمرحلة يعني استشف. لا احنا موجودين هناك، لكن اليوم احنا عندنا نبي نتاكد فعلا هل هي وسط المعلومه ولا لا. نبي نناظر هل الممارس والطبيب يعني فعلا يعني استفاد. الان عندنا احد المدربين، نعم، يبدا الان يفك الجهاز ويركبه. هذا اختبار ذا الحين يا دكتور. اي نعم، نبي نتاكد يعني هل هو فعلا وسط المعلومه ولا لا. ليش؟ لذة امور. لان انا اضمن اني اطلع شخص فعلا يعني وصل لمرحلة لا بأس بها. طيب طبعا ما راح يصل 100% إلا بالممارسة، إلا أنه صار عنده الأساسيات قوية، قاعدته يعني قوية متينة. الله يوفقك، الله يوفقك ان شاء الله. الان هو اول شيء فصل الان الساعه هنا والخاتم مضبوط، جهزنا القلم اذا كان بيسجل اي حاجه، مضبوط الجل مسكت الجهاز. ليش طبعا الامر هذا كله؟ الاجهزه طبعا ثمينه جدا. السلك عاده اثناء الفحص ممكن تجي الاشاة والماعز تقطع يقطع. الامر الثاني ممكن تعض بعد، ممكن اثناء الكشف برضو يتعلق بشابك كل شيء. برضو الجوانتيات لابسها ما شاء الله تبارك الله، أعزكم الله على الجزمات. إذا هو في مزرعة، إذا هو في مزرعة واحدة يلتزم بزي، إذا بيطلع المزرعتين لازم شيء يفرق بينهم يعني في الصباح والمساء. بنفس الوقت يكون في أمن حيوي يغيره بدل كاملة. يعني الدكتور يوسف هذه هي اللبسة الصحيح للفحص السونار. اي نعم، كل مزرعة يصير لها لبس خاص فيها. واذا كان بيطلع من مزرعة لمزرعة اخرى فيها برضو في لبس ايضا فوق اللبس هذا، تقدر تسيطر عليه. تقدر تلبس برضو اكياس على الجوانتيات، تغيرها والاكياس على جزمها.
ولكن احنا نفضل دائما انه تكون مزرعه واحده في اليوم منعا لنقل اي عدوى. واذا صار في اصابه في احد المزارع يعني ولا شيء خلاص وصل وقف يوم ويومين قدام برضه بحيث انك فعلا ما تبدا تسبب يعني نقل عدوى. وهذا ترى امر وارد بس احنا مو محسوس اسمه الامن الحيوي. يعني مثل رجال راح السوق ورجع بالحلال ينقل عدوى على طول الحلال. فلذلك حتى الطبيب برضه قد يسبب مشكله. اللي جاي يشتري برضو راح يسبب مشكله. السيارات اللي تدخل راح تسبب مشكله نقل عدوى. فهذا امر جدا مهم. الجهاز برضو الجهاز نفسه برضو نفس الجهاز الجهاز نفسه لازم يكون بشكل عام نظيف لانه يسبب نقل عدوى بين من راس الراس. فاذا كان الحيوان مريض يتم التعقيم مباشره. مضبوط. اي حيوان تظهر عليه الاعراض طبعا اثناء الكشف وانت تكشف طبعا الاشياء اول ما يعني برضو تبي تكشف بشكل عام ممكن يصير فيها جرب. واثناء ما تفحص الجرب يتعلق عندك هنا قد تكون عندك صاروا انت نفسك مضبوط. فلذلك هنا لازم تكون انت فاهم وعارف. فاثناء الفحص احيانا ينقل نفس الفاحص من حيوان لحيوان اخر واحيانا حتى نفسه يصاب في امراض مشتركه في الانسان. احيانا يكون في خراج برضو والفاحص نفسه يقدر يغير. فلذلك احنا مهيئ المتدرب هنا والفاحص انه الأشياء هذه تكون موجودة عنده يكون عارفها. ليش؟ إحنا نساعد على التطوير بالشكل السليم. صحيح. نعم. بس نقطة بسيطة. الله يوفقنا وياك. الحين تختبرون الطلاب على كيف؟ طيب أنا حتى المتدرب نفسه يعني عندنا برضو خلفية عن أثناء يوم التسجيل. جميل تعاوني طبعاً هنا في الريادة. هي نفسها يعني بادرت بالشيء ذا طبعا ومشكورين مثل الاخ الان خريج ما بدي بيتعاونون معكم باذن الله. وترى المساله بسيطه جدا مو صعبه. الميدان طبعا ترى ابسط كثير من ما تتصور. شكرا لك. معنا الدكتور عبد المجيد. يلا حيه. الله يحييك. اشوف الشباب هذول لحالهم. هذا امس ما حضره. اي نعم. اذا بدي احفظ الصوره والله كيف بنقدر بالصوره نفسها؟ ما شاء الله. معنا احد المتدربين الان يقوم بالاختبار. طبعا الدكتور يوسف هذول من الضروريات لازم بدايته انه يسويها اللي هو لبس القفاز بلا شك. اول الضروريات انه يلبس الزي. شيء طبيعي ما راح يعني يلبس ثوب ولا قشمار يلبس الزي يكون الزي مناسب نظافه العامه بشكل عام. لاحظنا بعد حتى الاخر جزاه الله خير مثل نظارته صح. اي ورقه مغلفه بعدين يلبس ساعه بعدين يلبس خاتم لازم اكيد ينزل الخاتم. ليش يوخره؟ يا بياخذه وحتى انت بعدين تروح لبيتك يعني هو معك هو ممكن يقلع عدوى يعني ولا شيء مع القفزات ممكن يغفل الواحد صحيح. لابد الواحد يعني بشكل عام يعني يكون مستعد. ما شاء الله. معنا احد المتدربين الدكتور يوسف الحين انتهى اختباره؟ لا ما انتهى. اي نعم. ما شاء الله هو جاهز الان فعليا جاهز اللبس الجاهز. لكن الان لو تبي تنتقل مزرعة ثانية مضبوط من مزرعة لمزرعة كم أقرب وقت تقريبا؟ أما نفس اليوم ولا لو نغير الملابس ونتعقم يكون جاهزين في المزرعة. وش فائدة؟ عشان التطبيق الأمن الحيوي ما يكون في نقل الأمراض ولا يكون في يكون محافظ على كل قطيع الحالي. طيب يعني مو بازين لو تفحص أكثر؟ بس ممكن تضر صاحبه يعني مربي راعي الحلال ممكن تضر وتنقل له امراض وتجيب له. الله يسعدك. طبعا ابن البلد الان حريص حتى يعني ما هو همه انه بس يفحص بعدد او الى اخره. طيب انت شو تفحص الحين بالضبط؟ ليش؟ ترزق الله. موظف انت؟ لا انا ماني موظف. انا بصير متعاون ان شاء الله مع جمعيه الثوره التعاونيه. نكون ان شاء الله متعاونين تبع الجمعيه. وبحيث نفيد المربين ونستفيد احنا ان شاء الله. يعني جاينا الحين انت تقول هذه بخليها وظيفتي ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. هذه مهنه انت الان خريج وشو؟ طبيب بيطري برا متوظف من مشكله
تجي الوظيفة إن شاء الله على بال ما تجي يعني، ولكن على ما تجي نكتسب خبرة ونفيد الناس إن شاء الله. الله يسعدك يرزقك إن شاء الله. وإن شاء الله بعد تصير مربي يصير عنده حلال ويبدأ يفحصه إن شاء الله. أو لا الآن كذا أنت دعمت القطاع الثروة الحيوانية بعدة أمور، أنت الحين ضخينا كادر الحمد لله متمرس، بيصير إن شاء الله بإذن الله بيساعد برضو حتى مربين أعداد كبيرة ويحتاجون إلى تثقيف يعني ما شاء الله هم عليهم يعني، ولكن التذكير والتواجد يحتاجون الأجهزة السنارة الصراحة، ممكن ما يعرف يطبق الحلال ولكن ممكن تعاون مع الجمعيات التعاونية، تواصل مع الجمعيات التعاونية أو حتى مكاتب الوزارة. نعم بعد ذلك يتم التوجه للقطيع فحص القطيع ومعرفة المشكلة إذا كان في مشكلة، توجيه يعني المربي، هذا كله تراه يصب في تطوير قطاع الثروة الحيوانية. طيب الدكتور يوسف، هل تحس من الضرورة أن المربي يفحص حلاله؟ أي نعم أكيد مهما بلغت خبرتك، لأنه الأخطاء في أخطاء بسيطة والأشياء البسيطة هذا يكلف أحيانا. أنا جت الرسائل أمس قالوا حلالنا يولد، مستحيل نلقى شات يولد من غير وش بلازم نفحص؟ في ناس ما تعرف هالشيء ذا عجيب، والناس مو سواس، ممكن واحد عنده خبرات عالية واحد توه مبتدئ يعني حرم المبتدئ هذا، وحتى عنده حتى الخبر أنا وأنا طبيب والله أحيانا إني أغفل وحلالي يعني، وممكن الكثير كنت أشوف إنه الحلال يحتاج إلى متابعة فعليا ويصير فيه خطأ مهما كان ما تدري عنه. مهما بلغت يعني خبرتك، مهما بلغت يعني مستواك بتربية حلالك، لابد انه يكون في خلل، يبي يصير في خلل يعني خطا من عندك، خطا من الراعي نفسه يعني لابد استخدام التقنيات الحديثه. الان تطورنا صحيح، ترى مو معناته انه خلاص شات تنتج فقط، لا الحمد لله احنا وصلنا مرحله انه نصل لمرحله انتاج طيبه، توامية عاليه، تكلفه اقل، مو معناته انه الحلال ينتج فقط، لا انا ابحث عن الافضل، حتى بالتحسين الوراثي ابحث عن الافضل بالصفات الوراثيه. صحيح الاجهزه هذه والتقنيات الحديثه هذه تساعد وتطور. صحيح وجزاهم الله خير، الزراعة ما قصرت، سويتوا لنا هالدورة ودعمتوا الشباب بهالأجهزة. كل هذا يا دكتور يوسف هو كله رفع إنتاج الحيوان عندنا، وكذلك دولتنا ولله الحمد يعني بتاعنا تعطي قطاع الثروة الحيوانية اهتمام عالي جدا، بعد قد تفاصيل الآن ما شاء الله شوفوا وصلنا في الميدان. كذلك خدمة لشبابنا، الحين تشوف أبو الاسم صالح الزايد، صالح الزايد يقول جاينا بترزق الله، الله يبارك فيك، بس لازم تصير مربي إن شاء الله. وش تحب، النجد ولا نعيم؟ الله يوفقنا وياك، الله يوفقنا وياك الزايدي، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك يا دكتور، أنت والله الله يجزاك خير، يعني بذلت جهد كبير بهالدورة، هالشباب والله تشوف فرحتهم أمس وتشوف الرسائل لأبائهم وأمهاتهم يراسلون أمس، يفرح يوم شافوا ولده ولا شافوا أخوه. واحد منهم استجاب من الدعوات ويرزقنا الله الصحة والعافية متعب. الله يجزاك خير. ودكتور حمد ودكتور فارس. دكتور حمد البطشان. كلهم ما شاء الله تبارك الله، ترى كلهم ترى يعني متابع مباشرة يعني ما يحتاج، ولا حنا يعني إن شاء الله مطلعين واحد هنا إلا هو فاهم بإذن الله. الله يكتب أجركم. واحد الله يكتب. يعني ترى على فكرة الأمر هذا شامل وعامل لجميع مناطق المملكة. إي نعم. وهذا يعني دل أن الثروة الحيوانية هنا الوزارة تدرس الموضوع صح وتساعد المربي، تقف جانب المربي، أيضا المربي ترى احنا نستمع له. هذه يعني ترى ما جت صحيح. ترى من اقتراحات يعني اللهم لك الحمد الآن نتائج. صحيح. الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم، كل من أمر وساعد وشرح بهالدورة الله يكتب أجره صراحة. أنتم من برا تظهرون. الله يسلمك الشيخ. تظهرون أعمالنا إحنا والله ما جينا. الله يجزاك خير يا دكتور يوسف، الله يجزاك خير والله يوفق شبابك. الله قدامك الله يطلع. الله يجزاهم والله يا فرحة آبائهم أمهاتهم أمس لا شيء لا يوصف الصراحة. هذا الشباب كل يحتري اختبار، عسى الله يوفقنا وياهم. يلا حيهم الاسم على ريان قبا ابوي. والنعم والله الله يوفق، مستعد اختبار والله باذن الله. الله يوفقك ان شاء الله يا ريان، الله يوفقك. يلا حيهم الاسم سلطان الحدي. والنعم اخوي سلطان، الله يوفقنا وياك ان شاء الله. هل استخدمت الجهاز ذا ولا ما تستخدمت؟ اي طبقت ريت الجامعة ما شاء الله. الله يوفقنا وياك، الله يوفقك يا امين ما شاء الله. يلا حيو الاسم زياد السلمان. زياد السلمان والنعم والله عليك زوني.
وش يصيرك يا شيخ صالح السلمان؟ الله يرحمه. جدي الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له ونعم الرجل. هل أنت مستعد للاختبار؟ إن شاء الله بإذن الله مستعد. الله يوفقنا وياك. الله يوفق. ومعنا أحد الممارسين أبو عمر حميد. يا هلا أبو عمر. الله يحييك. يا هلا والله. الله يجزاك خير ووفقنا وياك ويكتب أجركم. الله يكتب أجركم. لكن أنا أتكلم عن أمس جبت لي شات وفحصها دكتور وقال إنها تقل ما به. فحصتها أنت وقلت به. اللهم لك الحمد. كان عمره 35 يوم. وبين عندكم بالجهاز؟ نعم نعم. كل عمر بالجهاز. نعم. له شكل بالجهاز. كل عمر له شكل. صحيح. أبو شهر 35 يوم يختلف عن أبو شهرين. أبو شهرين يختلف عن 3 شهور. أبو 3 شهور يختلف عن 4 شهور. فكل عمر له شكل مميز بالجهاز. لك والله إني ارتحت الصراحة بالفحص وادمنت عليه أبو. صحيح. غيب والله. بديت بس إنها أفحص مرتين. صحيح صحيح. لأني أشوف شنو عليه. صح. تدري حلالك هلو ماشي صح. هل عندك مشاكل؟ حتى لو صار عندك مشكلة تقدر تحله بوقت قريب. ما تنتظر. أبو عمر يعني تقول يرتاح صاحب الحلال المربي يرتاح. يعني يدري وشو عليه. يرتاح ولو صار عنده مشاكل بالحلال يستطيع حله بوقت قريب. لأنه يعني يعطيك نتائج قريبة الجهاز. حله قبل إنك يرى عليك الوقت. قد يكون الحلال يسمن. ومن يصعب لقاه. قد يكون الحلال يمر بمشاكل يحتاج انك اذا تركت الحلال ما انت بعارف ان المشاكل اللي بوه الا بعد تعدي الولادات. طيب ابو عمر الحين مرة سكر لك هالفحص السونار وبين المربين، هل تحس انه قبال المربين على هالفحص؟ والله يا اخوي ابو خالد انه الاقبال عجيب جدا، واللي جرب الفحص اول مره خلاص يتفاجئ يقول أفري ضايع بالأيام الأولى. المزارعين بالوقت الحالي مهم مثل المزارع قبل 15 سنة. المزارع الآن مهم مثل قبل 15 سنة. المزارع الآن صار عنده وعي، صار عنده سجلات، صار عنده يعني يدخل معلومات بالكمبيوتر. فالمزارع صار عنده وعي. فتجي أنت تخدمه بجهاز السونار، تقدم له خدمة مهي بسيطة. يعني هو الآن يتعب على الحلال يدفع به مبالغ مهي بسيطة. ستجي أن تأخذ مبلغ بسيط 10 أو 15 أو 20 ريال على الرأس، لكنك تسرع عليها الأشهر القادمة وتعطيه معلومات من القطيع جدا مهمة. وناس يقول أنا ما عندي استعداد، ده هالحيوان ده ما أنتج ليش يقعد عندي؟ زين يبي يحوس مكسب الباقيات، فخليه استبعده واجيب بداله حيوان منتج. نعم. إيه نعم. لاحظ بعد الكشف لاحظت أن الحيوان هذا يحتاج إلى علاج، عالجه ودخله مع القطيع الجديد. لاحظت ان الحيوان هذا كثير مشاكله. فالمزارع اذا كشف لاحظ ان والله ما الشاة او العنز هذه لها تقريبا رقم 20، والله مثلا كثرت مشاكله، دائما عنده مشاكل سواء الرحمية، دائما عنده يعني اجهاض دائما، فليش قاعده عندي؟ استبعده واجيب بداله شات منتج. الامر الاخر انه يكون يعني بدال بانه المعلومات هذه ما يستفيد منها الا بعد الولادات وينتهي الحلال لها القطيع البسيط ذا، يعني تجيب له انت معلومات سريعه. فجهاز السونار قدم خدمه مي بسيطه. صحيح. للمزارعين. لكن ابو عمر يجينا احد المربين يقول عندي 3000 راس وبلبر ويولدن، لا تلزمون ان افحص السونار، وش تقول له ابو عمر؟ انا اقول له اتحدى تحدي، وهذه صارت. اي نعم. اتحدى تحدي اذا كانت ال 3000 هذه كلها منتجه. كلها منتج. مستحيل. تحداه يا ابو عمر. انا اتحدى اي مزارع عنده 3000 راس. اي نعم. يقول كلهم منتجات. انا سبق اني رحت المزارع عنده نعيم 300 راس. اي نعم. وقال انا ما احتاج افحص وشوله ما وشوله، فقعدت اسولف انا وياه وبالقطيع، كشفنا طلعنا 40 راس. اي نعم. ما بين ميتن ولده ببطنه، وما بين عنده مشاكل رحميه، وما بين غير منتجه. 40 راس من 300. نعم. 40 راس كم ياكلن؟ ياكلن واجد. نعم. نعم. ياكلن عليه واجد. لكن بعده خلاص صار الكشف عنده شيء اساسي ضروري مثل التعليف، صار عنده شيء اساسي مثل التعليف. الله. فلما أكبر. انك تجي تقول والله انا حلالي كله منتج، مستحيل تلقى مزارع يقول انا حلالي كله منتج. لو كان عنده سجلات ورجع للسجلات يبي يلقى عدد معين قليل الانتاج
إنتاجه ما يلحق البقية وجد عنده مشاكل كثيرة لأنه التحصين الحرارة الأمراض. أنا أقول لك المزارع لابد تلقى عنده مشاكل، مستحيل أن القطيع 3000 ويل في الرأس تلقاهن كلهم منتجات. مثل ما أقول لك التحصين الحرارة الأمراض الفجائية، التحصين الحرارة الجوع البرد يسبب مشاكل للقطيع، إجهاض موت الجنين داخل الرأس، هذه ما يستطيع كشفه إلا بجهاز السونار. قد يكون بعد فترة يدري عنه، لكن متى يدري؟ بعد ما يروح الوقت. ومزارع لاح عليه بس شهر خسر، تأخر النتائج خسر. صحيح زين صح. فهذه من المميزات اللي يقدمه السونار للمربي. كذلك دور الزراعة اللي وفرت هالدور ووفرت هالأجهزة هذه وخدمة لشبابنا كذلك. صحيح بالنسبة لوزارة الزراعة جمعية التعاونية والثروة الحيوانية قدمت خدمة بسيطة للمزارع. صحيح. أنا عندي يقين تام أنه بعد 5 سنوات تبي تشوف المربين يمارسون يعني تطورات وتقنيات بالحلال ما كانوا يعرفونه بالسابق. يعني حتى أني أنا جلست مع مزارعين تعجبت من تنظيمهم بالحظائر، تعجبت من علمهم بعلم الوراثة اللي درس بالجامعات. تجلس مع مزارع تحسبه ما يعرف شيء يقول لك الصفات السائدة والصفات المتنحية. الله أكبر. لجيت ليوريك السجلات بالكمبيوتر، يجي يضغط على الحيوان رقم 5 يقول لك هذا أنتج 5 مرات، هذا ما هذا استبعدناه، هذا إنتاجه عالي، هذا يتاوم، هذا أخذت ولده فحل. فالمزارع الآن متطور وفاهم وواعي. اي نعم الحمد لله. يعني في تطوير بالنسبة للأغنام والسلالات والحضارة. أنا مريت مزارعين أبدعوا إبداع بالتهجين. نعم. مزارع صار عنده إبداع بالتهجين، جاب سلالات يعني لحم، جاب سلالات ثانية لحم، فدمج بينه فطلع عنده أوزان عمر الخطام مي بسيطة. صحيح. الآن أنت تبي مدود مالي، الزبون عادي جيب له شيء طيب يدفع. صح. إذا منه أعطيته الخروف عمره 6 شهور وزنه عالي، هذا اللي هو يبي. فأقول لك المزارع وصل مرحلة بالتطور الحمد لله صراحة. وأنا متأكد بعد كم سنة بتشوف تطورات وتقنيات مع المزارعين والتعاون مع وزارة الزراعة اللي أمنت الشيء هذا والجمعيات التعاونية. فبإذن الله تبي تشوف تطور عجيب. الله يجزاك خير. وكذلك أنت والشباب فحص السونار هذا كذلك من التطوير للحلال. الحمد لله. شكرا لك أبو عمر. الله يجزاك خير. الله يوفقك. أبو عمر له 10 سنوات أو فوق 10 سنوات وفحص السونار الله يجزاه خير، وله صيته بين المربين أهل مزاين ما يتعدوا. هذا قال أبو عمر. أبو عمر الله يوفقنا وياك أبو عمر، وجزاك الله خير. وسعت صدري بشاتي اللي أمس والله. الله يجزاك. أنا أقولك إنه يريح السونار، يريح المربي. صحيح. يعني نصيحتي للمربين إنهم يفحصون حلال. عندك 10 ولا عندك 3000 أو 4000، أنت التحدى أبو 3000 ذا إنه تقول عندك خلل. نعم. وإذا ما طلعت عنده مشاكل 3000 بكشفهم بلاش. نعم. 3000 إذا ما طلعت عنده مشاكل أبو 3000. أيه. لأنه مستحيل 3000 أو أنا طلعت مشاكل أقول 300 راس. 300 راس 40. إيه نعم. لأنه بعضهم ما يدري إنه في مشاكل رحمية. صحيح. ما يدري إنه في ما يدري الصديد موت جنين. صحيح. إيه نعم. صحيح الله يوفق. لكن اللي عنده 3000 وبيتحدى أبو عمر يقول بفحص له مجانا. لابد إنك تلقاه خلل هال3000. يعني مستحيل انهم يكونوا المنتجات كلهن مع توفيق الله سبحانه وتعالى. كل مربي له جهده الله يوفقه. لكن انا ما اتكلم هذا الا من خلال تجربه. مريت مزارعين اكشف عندهم 100 200 300 القى عندهم مشاكل. وش عاد اللي عنده 3000؟ وش عنده 3000 خاصه يعني يمر عليه مواسم مثلا تحصين برد. صحيح. جوع حرارة فلا بد يصير فيه مشاكل. صحيح. اللي بيتحدى أبو عمر يعلمن لازم بعد نصور نكون حاضرين أمراح وفحصه يقول مجانا 3000 بفحصن له مجانا إذا كان كلهن سليمان. نعم. الله يوفقنا وياك. شكرا لك أبو عمر. يا هلا. ومعنا أبو محمد العواد أحد الممارسين في الجهاز السونار وله صلات وجولات بها الجهاز السونار. نعم.
اخوي محمد، وش المواقف اللي واجهتك وانت تفحص هالسونار؟ المواقف انه كان عام 1432، طبعا انا بديت من عام 1432، كانوا الناس ذاك الوقت يتشفقون انهم يفحصون، خاصة الناس اللي حلالهم مثمن، حلالهم مثمن مزايا، نعم والصنف، نعم كانوا يهتمون بالفحص، ويعني يدورون اللي بس يشوف حلاله ولاقح له ولاقح. مع الوقت تطوروا العلم، صار في ثقافة، صار في بدوا تتخبرون، في ناس تفحص وفي ناس تعلمت وش فيه بالها. أنا شفت بالتالة الجيل التالي الحين، الحين يعني كثروا الناس اللي اهتموا بفحص السونار، وفي حالات أنا أشوفها يعني مثلا في مربين مثلا تروح تفحص عنده، تحصل عنده كم مثلا 50 راس، تحصل اللقايح اللي عنده تلقاه 10 و40 ما في شيء. هذه مشكلة، هذه مشكلة، هذه خسارة بعد له، بس يعلف بس الراس الواحد في الوقت الحالي، لكن ريالين ونص تقريبا ريالين ونص ياكل. طيب أنت خلي البهيمة عندك تاكل ريالين ونص، كم بالشهر، كم بالسنة، تعدت 6 شهور، كم خسرت؟ مقابل انك تفحص حلالك بقيمه مو كثيره في الوقت الحالي، نشوف يعني الفحص ما يقارب حول 10 ريال بالراس. طيب محمد، هل تحس ان المربين اقبال للسونار، كل يبي يفحص بهالسونار؟ في ناس نعم عندهم ثقافه، نعم في ناس لا، الى الان وسط الثقافه، يشوف حلاله وينتج، يقول حلاله ينتج، ولا في شيء يقول لك هذا انا احبه، هذا ابيه، هذا حق جدتي، هذا حق جدي ال15 ومربي عنده وخليه كذا ما تالت ولا شيء. في ناس كذا بطريقتهم، هذه طريقتهم، بس هو ما يحس بالخسائر ولا شيء. في ناس يقول لك انا والله عندي ناس بستانس، بكيف، اضيع وقت، وهي لا حسبتها الى مصاريف خسران، نعم على غير يمه. المفروض يعني من الحاجات ان الواحد يحط له خطه انتاج حلاله خلال سنه كامله، اذا ما انتجت النعجه بسنه يغيره ويجيب بداله، ما يخلي عنده ازود من السنه. صحيح. يعني مثلا انت عندك 100 راس، نعم، كل سنه تبي تطلع منه عدد. سم محمد، يعني ايش قلنا احنا؟ قلنا اذا صار عندك مثلا 100 راس خلال سنه كامله، ما في شيء ما ينتج ولا الحايل ولا فيها مشاكل، تطلع وتجيب بداله حلال ينتج منتج ويولد وتستفيد. صحيح، تستفيد. الله يجزاك خير محمد، يوفقنا وياك، وكذلك شكرا للجمعيه التعاونيه الثروه الحيوانيه، وكذلك الزراعه اللي جمعتها اهل الخبره وجمعت المتدربين. جزاهم الله خير وبيض الله وجيههم، والصراحه هذه ثقافه ممتازه، وهذه بعد تعطي الثقافه للمربي اللي الى الان ما وصلت الفكره. صحيح، الله يجزاك خير محمد، شكرا لك. معنا ابراهيم عليان، احد الممارسين للجهاز السونار، كذلك الفحص الحلال. ابراهيم غني عن التعريف، ما شاء الله عليه، دايم هو اللي يفحص الحلال. الله يجزاه خير. هذا والله ابو صايل، نشكرك على جهودك، ونشكر الجمعيه والزراعه الله على الجهود اللي يبذلونها معنا. الله يجزاه خير، وما قصروا معنا وكثر خيرهم، والله يجزاهم خير. الله يجزاك ابراهيم. كم لك وانت تفحص الحلال؟ لي 6 سنوات مع جهاز السونار. وش تفحص؟ اغنام، ايه، وماعز وابقى بس. هذا تفحصهم؟ اي بس. وشلون كسبت هالخبره هذه؟ يعني ما شاء الله عليك، انت شارك بالبنان من ضمن اللي يفحصون بالجهاز. هذه اول شيء فضل من الله، الحمد لله. ثم فضل يعني الدكتور، ما انسى فضل الدكتور خالد اسبين والدكتور محمد عطيه معنا بالجامعه، كنت يعني تحت ايدهم دربون. الله يجزاهم. ومع تدريبهم اكتسبت الحمد لله خبره من الميدان. الحمد لله، الحمد لله. يعني لي بالشغله ذي مده طويله، وغير كذا انا هاوي للحلال. انا عندي الحلال خاص بي من يوم انا بمتوسطه. ما شاء الله، ما شاء الله، الله يعني عندي الحلال هوايه
غير اني اكتسبت خبرة من الجهاز وكذا وابحث عن الشيء هذا. الحمد لله. اي الحمد لله. وبكالوريوس انتاج حيوان. ما شاء الله الله يوفقك ابراهيم وتستاهل. امين. الله يوفقنا وياك. امين. هل تعد انه مكسب رزق لك ان الجهة فحص السونار؟ الحمد لله يا رب لك. ايوه الحمد لله. له دخل ليه له دخل الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. كم تدخل يا ابراهيم؟ بس اك سؤال محرج اذا حبيت انك تجاوب له ولا عاد بكيفك. يعني متوسط متوسط. اي نعم. يوميا 50 راس. 50 راس من كم؟ من يختلف عاد على حسب المنطقه. يعني داخل القصيم يختلف من خارج القصيم. كم داخل القصيم؟ يعني داخل القصيم ب 10 ريال. وخارج؟ خارج ب 15 راس. الله يوفقنا وياك ابراهيم. شكرا لك اخوي. الله هي تغير الاسعار فلذلك لازم الوضع العام يصير عندك. احنا بدورنا اننا نوعي دائما المربي. شو نوعي فيه؟ اهميه الفحص. ما شاء الله فيه ناس كثير يعرفون ان الفحص له جدا مهم. لكن برضو انت دورك كممارس وكطبيب مثلا او كادر ايا كان لازم تفهم المربي وتوعيه. لكن اهم نقطه انا اشوفها رش المراح عزل الطول قبل هذه فهم المربي قبل تسجل مع موعد وتصويم الماء ما يصير في ماء اصلا الماء والمعارف ما يصير دائما بالمراح من الاخطاء وتقدم الخدمات دي انت النصائح دي متى بعد ما تخلص من الفحص مضبوط تبي تلاحظ الرقم 15 رقم 24 رقم 23 في اورام مثلا بالضرع مضبوط فهو بيسألك أحيانا ربي ليش المشكلة دي؟ أنت من الواقع خبرك تبي تجاوبه، بيقول أنت تحلب الأرض. هل المعالف أو المشارب حديد لين زاوية ممكن ينخش ولا شيء؟ فأحيانا تشوف شيء هو ما ينتبه له هو. أحيانا تجي أنت تدخل مراح وأنت داخل عند مربي نموذجي، تشوف المراح مثلا فيه الحضيري يعني فيها خطأ، لازم تبلغه بالشيء ذا. ليش؟ بعد فترة المربيين دائما عندهم خبرات. مسكته وتركيبه وفكه وغسيله ودربنا على طريقة الكشف وشلون الكشف مع المواصل صارت تحسن اليوم بس نبي نتأكد فعليا هل وصلت المعلومة ولا لا إذا دخلت تكشف الآن الحلال أنا حلال لا تطلع أنت يمكنكم إن شاء الله موافقين اليوم إحنا مفرغين نفسنا على الأمر ذا لا تطلع إلا وأنت تقول أنا فعلا راي جاهز لو نقعد إلى المغرب زين عندنا خمسة أجهزة ما شاء الله البطاريات كلها فل والله يجزاه خير المربي متعاون وجميع مراحل الحمل موجودة إذا حصلنا عاد فيها أمراض ولا شيء يا أخي شيء طيب إنك تستفيد يعني لا تطلع إلا وأنت تستفيد لا ما شاء الله معنا أحد المدربين يلا حي الله يسعدك قاسم النعم والله يا قاسم الله يوفقك آمين إن شاء الله آمين عسالك خبرة بالسونار ولا أول مرة؟ لا أبو خالد أول مرة لكن مربي ما شاء الله ويجون عندنا يفحصون الدكاترة وكذا لكن كممارسة لا هذه أول مرة وش حلالك؟ نعيم ما شاء الله إبل لكن إبل الفحص السونار وكذا كله على النعيم الله يوفقنا الله يسعدك أبو خالد الله يسعدك أهلا أبو إبراهيم خليل ترى مخضرم ما شاء الله يا إبراهيم ايش رايك؟ صار بحليب واجد وقال كيف حصل وش تلقى؟ لا ما تلقى لانه هرمون البرولاكتين عم ايه طبعا ياثر اذا شفت واحده مثلا ديده كبير يا انا دافع مضبوط يا انه في ورم مرض مضبوط يا اما انه والد له شهرين ثلاثة اشهر وبحليب الى الان فهذا احيانا يمنع اللقاح فهنا في فترة يسمونها فترة تجفيف عشان تلقح لازم تجفف أحيانا كمية الحليب الكبيرة دي تأثر على اللقاح طبعا كل قاعدة شواذ من المية لقحت ثلاثة أربعة خمس بس ما يتحكم بالموضوع كامل
ما شاء الله. الآن دكتور الفحص اختبار فحص تدريبي هذا. الله الله ميداني. ميداني نعم. متأكد الحين. ممكن متأكد إن شاء الله إنهم قصرين وعندهم ما شاء الله الخبرة كافية، ولكن عاد أن تعطيه يعني الواقع في الميدان، تدربه حتى في الميدان. والحظائر اللي راح يواجهها دائم زي كذا ما يعني على أرض أمر الواقع. على أرض الواقع. لكن أشوفوا رشوا رش الأرض. يمر بنموذجي وعنده الإمكانيات السريعة. نعم. يساعد الأمر طبعا كله. ما شاء الله. دكتور يوسف. هذا شو دكتور؟ خذ راحتك. شو تشوف؟ هاي فلقات ولا؟ ما أدري. ها شو رأيك أنت؟ شو رأيك؟ والله شو أني؟ عطى رأي هاي. أنا مربي. حلو. حامل الدكتور ولا مش حامل؟ والله شو أني فلقات صراحة. يعني ما أفهم فلقات. حامل ولا مش حامل؟ حامل. صح. طيب كم تتوقع عمره؟ 4 شهور ممكن. طيب. لا تحاول يعني وش هو؟ ترجع للسجلات. هي لها رقم الآن. مو 4 شهور. جميل. بس هي لها رقم. المربي ذا ما شاء الله. عنده سجل عارف متى مدخل التيس وعارف الامور دي كلها. فانت مع الوقت مع الرقم السجلات وشايف الشكل هذا واحيانا تخزنه بعد مع الوقت تلقاك انك عارف من يوم من نظره واحده تجدها حدد العمر يعني 120 يوم 90 يوم وهكذا. ترى عسى الله هذا كيف شكل عنده كنا كياس ولا شيء. ايش رايك؟ ها ترى شو قول المربي. طيب اذا مضرع وقف عطى القرار. هذه قرار نهائي. مضرع مضرع اكيد 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 ادخله مع شبك مضرع. طيب ما نكرر الفحص بعد 20 يوم. لا لا نقاط كبيره دي ما شاء الله. الله يجزاك خير والله يوفقك. وين يا ركان؟ هذه الفلقه صح منها شكلها دائري ومدوم مفرغه. هذه فلقه. هذه ممكن يكون جنين داخلها. هذه بتكون على الغشاء الخارجي. عشان كذا في الله العمر المتقدم ايش قلنا بيكون عندنا الفلقات بتسود الصوره. طلوع توبانات. هذه طلوع. صحيح. طلوع الجنين. شوي نشوف القلب بس صحته. أكيد. أكيد قرار أكيد. طيب المربي هذا عندك شو اللي فحصته العنز كم رقمها يا دكتور؟ 26. وأنت تقول إنه مضرع. مضرع إن شاء الله. والمربي وش يقول؟ أقول أنا عندي تاريخ تلقيح طبعاً، أبى أسجل الآن إنه مضرع، وبسجله في الدفتر بقيت. طبعاً عندي السجل حق المجاني اللي فيها تعريفات كاملة للغنم، وفي السجل هو تلقيح الولادات. أنا بروح للصفحة اللي رقم هاي 126. نكتب الولادات عندنا سجل. مرضى انه كله الكتروني ان شاء الله باذن الله. لا بارك اذا صار حتى بالعكس صار زي كذا مبدئيا زين. يعني خلينا بكتب هنا. ابى اكتب كم رقمه؟ 26 126 126 126 بكتب تاريخ اليوم كم؟ بتاريخ اليوم اللي واحد 18 او 19 6 حتى ترى السنه مهمه انك بمرة ترجع. صحيح. 1442 خلاص الفحل انا اعرفه عندي بالتسجيل مسجله. طبعا طيب وقت القرية عندك بالضبط لانه إيه نعم. شوف الحين هذا العامل يصير يقيده. شوف دائما يقيد العامل التسجيلات. هذا اللي تو 3 اشهر الان 90 يوم. طبعا التلقيح احنا ما اطلع على التلقيح. يطلع دائما العامل هو اللي اكثر واحد. لذلك لازم يصير يعرف يكتب او انه عنده سيره. طبعا يبدو لي انا اذا عرفت شيء طيب اذا عرفت متى تلقي. لكن انت شو رايك لو عرفت تاريخ الانتاج بشكل عام يعني موسمية الانتاج وش تبي وش تفيدك يعني؟ كيف؟ موسمية الانتاج عندك شو تفيدك؟ تفيدني كل شيء يعني انا بمر ترجع السجلات اشوف اكثر قريع عندي متى صار واعرف الوقت اللي انا يعني المنطقه اللي انا فيها ذي والغنم اللي انا فيها متى تقرع دائم كثير متى الوقت تلقى بعض المرات ترى تقرع ولا تلقى الغنم وفي اوقات ارجع واجد ان الولادات الا ان تركز على هالموسم فيعطيني طبعا ترى زياده اذا عرفت تاريخ الولاده متوقع
تقوم تحصن قبلها بشهر تحصينات اللازمة. دكتور نجلس في البيت وقدر أفتش أناظر أقدر يعني يصير عندي فكر شوي عن غنمي وش الوقت اللي كان فيه ولدت أكثر وش الوقت اللي كان كذا. أحيانا وصلت إلى درجة إني أعرف متى تقرأ عقب الولادة يعني مثل 17 يوم 18 يوم عندي ولدات أو عندي تلقيح بعده تلقيح طبعا لقاح يعني عقب ما ولدت رجعت للتاريخ اللقاح والتلقيح أجل 17 يوم متى الوقت ذا في موسم أو في وقت من السنة مو كل السنة اللي يصير أغنم على طول تلقيح كل هذه وأنا قاعد مجلسية أتفتش وأناظر وأعرف الأشياء وأستقري أمراه كله. تحدد نوع التربية على هدف يعني التربية؟ إيه أنا بالنسبة لي أعرف كل واحد كل مربي أتوقع إنه يعرف إيش هدفه التربية. هو نتاج الحليب ولا نتاج؟ يعني أنا بالنسبة لي أول بالعوارض لا عندي توجه معين في التربية نفس الطريقة عندي المعزل أنا أهتم أنا بأنه سريعة بسرعة وأنه يصير عياله نسمان بالسلالة هذه هذه سريعة ما شاء الله. التربية ونتاج الحوم؟ هذه لا الحوم كله. الحوم. إيه طبعا. أنا أشوف عندك. دكتور علشان العوارض طبعا ترى حلب الجنوبي حليبه مركز شوي لكن ما يعتمد عليه بالحليب اللي يعتمد عليه دائما حليب العوارض طبعا ادري وش اللي هل هي ذي بحليب ولا لا حتى لو مولدت ادري اعرف امها بحليب ام جدتها اللي بحليب انا مسجلين كلهم يعني نسله هذا منجي عيال بواحد نسله ايوه مسجلهم في حق المجاني ادري وش كاتب كل البيانات اللي تتعلق به احطهم في 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 نفسه وش عليه وش عنده وش الاشياء اللي الله يبارك لك ما شاء الله تبارك الله وشغل مرتب الله بيساعدك طبعا اي مربي اللي بيصير عنده سجلات مراحه بيده يبي على طول يكشف الخطوين حتى بيعرف الانتاج عنده كميه الانتاج عنده يبي يلاحظ ان كميه الانتاج بدات تقل اذا كان حليب اذا كان فيه انتاج اللحوم يعني المواليد نفوق بيدري انه وصل الحد انه خلاص يعني في نفوق عالي تعدى تجاوز الحد النسبة لذلك تقدر تسيطر على الامراض بعضنا حط العلامات يعني ما تطلع خلاص ادري انه ما هل العنز دي ما فيه السلالة أبيها أعرف الرقم السلالة اللي عندي وش منين من حدرة حدرة من عنزة جايبة مثل من منطقة رماح جايبة من كذا أدري وش هذه فيها مصفات عندي حاطها أدري أعرف الغنم غنمي عن طريق السلالات اللي من حدرة منها أدري المميزات اللي فيها الصفات الموجودة الشكل وأنا ما أشوف وأنا ما أشوفها لا وأنا جالس أدري وش شكلها طبعا أنا دائما أحط هنا الصفات المتنحية الوسط ما بحطه يا زينة يا شينة صحيح فنفس الطريقة الصفات الوراثية الموجودة كلها يعني دكتور الحين صار مربي مرق من حلال وهذا يختصر كثير للي جايين يفحص الحلال ها يدبر حلاله باي وقت وسهل حتى هو لو مثلا لا سمح الله حصل بيسافر يبي حصل اي ظرف يقدر يدبر حلاله اي واحد يجي من بعده مباشره اي واحد يجي من بعده يستلم السجلات يصير عارف قاطع شوط طويل بالامر ذا وترى ما يمنع سجلات طبعا يعني انت وعيالك مثلا بحلالك الرؤية واضحه بي الحلال برضو جدا مهم انك ما تدق علاجات تضر الحلب تصير عارف هذه والله مو بشرط الشكل مو بشرط الشكل بس موجود عندك مسجلات ان هذه والله مضره هي حامل هذه ما تدقها في بعض العلاجات تسبب اجهاض صحيح هنا تلاشى الامر هذا العامل مثلا تعبت عنده الشاهد ولا عنز ما يروح يدق عليك ولا شيء يرجع للسجلات خلاص في مضرع خلاص ما يدق من العلاجات اللي تسبب مشكلة تضري يا سجلات جدا مهمة جدا جدا مهمة أنا أشوف تخسر وكثير من المربين كثير ما شاء الله تبارك الله من المربين الحين بدأوا يستخدمون السجلات هم خاص فيهم طبعا وأنا أشوف إنه كل سنة ما شاء الله يتطور الأمر هذا والحمد لله الحمد لله إنه في ثقافة وفي نتائج ولله الحمد لله الله يجزاك خير طول عمرك من العافية شباب ما شاء الله الله يوفقكم ما شاء الله تبارك الرحمن الله يوفقهم يجزاك خير أبو علي ما شاء الله من العافية أبو عمر شوفوا الطيارة الله يوفقكم علي علي روح
شكرا لك دكتور يوسف، انت والطاقم اللي معك، بيض الله وجيهكم وما قصرتوا. شكرا لك ابو خالد، الله يكتب اجركم، وكذلك لاخواننا بالزراعه دكتور حمد وفارس رقيبه، الله يجزاكم خير، شكرا لكم. ابد هذا دورنا وحنا في خدمتكم جميعا، وانت الله يجزاك خير منبر اعلامي. الله يجزاك خير، الله يجعلنا لحسن الظن، شكرا لك يا خيي. هلا وكرم ابو علي. اليوم ختمنا اليوم الثاني من الدوره اللي هي فحص السونار. حقيقه يعجز وصف الشباب اليوم وشغلهم على السونار. والله يا ابو خالد اليوم اللي شفت وامس شفت شيء عمل مشرف، عمل ينبع عن مستقبل واحد باذن الله شبابنا واللي مبدعين بكل مجال، لكن اتكلم عن الزاويه اللي شفناها خلال هاليومين. ابو خالد انت يعني وجميع المستمعين، هل تصور الشخص اللي يعاني يدخل رزق مع جهازه يفحص انه يعطي خبراته وزملائه؟ بالعاده ان الانسان يتحفظ ولا يبي احد يدري، يعني اليوم وامس اشد ناس يتكلمون ويشرحون ويحاولون يوصلون رسالتهم لزملائهم ويحاولون يحفزونهم هم الناس اللي ممارسين. احنا جبنا الممارس اليوم مع الطالب المتخرج مع بعض المهتمين لاجل نصنع دائره كبيره بالعمل وتبادل الخبرات مع فريق اللي جاء وزارة البيئة والمياه، مع أبو خالد مثل ما قلت الفريق وزارة البيئة والمياه والزراعة اللي جاء لأجل يقدم خبراته مع الشركة المشغلة أو شركة صاحبة الأجهزة، كلهم جعلت العمل وجعلت الشباب يصيرون الأفضل بإذن الله. اللي شفنا شيء كبير ما يوصف بالكلام، وإن شاء الله بإذن الله نرى عطاءاتهم بالمستقبل القريب. أبو خالد يعني احنا اليوم نقف عند عمل كبير، وامس بدا اللي هو التعليم بالسونار، واليوم انتهت الدوره، يومين مشت من حياتنا. هلا العمل هذا في ناس من 10 سنوات مثل ما شفت الممارسين اللي كانوا موجودين، بعضهم من 10 سنوات موجود نفس الطريقه، الان يدخل في ناس غير المجموعه اللي فالعمل كبير ويحتاج ضفر وجهود، لكن نكون ايجابيين اكثر. بعض الناس يعني يتكلم يقول الان ليش نسوي السونار، يتكلم يقول ليش الان السونار، ليش ما سوينا كذا. هي ترى يا جماعه سلسله، وهي بدايه البدايات، وهي تلقى الانسان له مجال هنا وله مجال هنا وله هذا يعلف وده يزين وده يشتغل في مجال السونار وده يشتغل في التلقيح الصناعي، وكلنا يشتغل. اهم شيء ان كلنا ايجابيين ونمشي امام باذن الله. اهم شيء اننا نحفز بعضنا ونصنع دائره التحفيز، سواء صرنا متقدمين او متاخرين بعمل أو نمشي مواكبين الركب، لازم نحفز أنفسنا نمشي قدام. أهم شيء نعرف أن اليوم أفضل ناس، كيف نصير غدا أفضل اليوم. أهم شيء أن كلنا نفعل دورنا، سواء قطاع حكومي، سواء قطاع خاص، سواء قطاع ثالث، سواء اللي هو المجتمع وغيره من الناس اللي يعني عندهم هم التنمية، عندهم هم التطوير، عندهم هم يحملونه لنفع المتعدي. كلنا نشتغل معا لمستقبل أفضل. هي الساعة الجميلة يا أبو خالد، أنا أشكر حقيقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، كذلك أشكر وكيل الثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، سعادة الدكتور حمد البطشان، وجميع من قام بالعمل. أشكر كذلك عمالة القصيم اللي مثلا مهندس محمد المجلي اللي وفرت مدينة النعام ووفرت فيها المضافة الجميل ركن العقيلات. أشكر جميع من عمل أبدع فيها صناعة الشباب، صناعة المجتمعات، صناعة التميز. عمل أشكر فريق العمل أو الناس الموجودين من الممثلين أو بوزارة البيئة والمياه والزراعة اللي جوا وقدموا وعملوا، وصح إن هذا شغلهم، صح إن هذا دائم، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه. كذلك الفريق أو الناس اللي موجودين من ممارسين ومن نداء اللي حضروا وأبدعوا وتميزوا وتعاونوا وتكاملوا المستقبل أفضل بإذن الله. أبو خالد أنا أشكرك، أبو خالد أنا كذلك أشكرك أنت على هالتغطيات الجميلة وعلى أنك نقلت الصورة للجميع، وضعتنا في دائرة العمل وضعتنا في دائرة الرؤية الشاملة والجميلة لهذا الأجهزة أو المجال الثروة الحيوانية أو لمدينة عام. أنا أشوف أن الجميع يتكامل لمستقبل أفضل بإذن الله، بإذن الله يا أبو خالد، والله يسعدك. ولا أقول إلا أسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقك يا أبو خالد، يوفق الله يجزاك خير يا أبو خالد، ويوفق لما يحب ويرضى، الله يديم عزكم ويصب رزقكم ويوفقكم لما يحب وترضى ولما يحب ويرضى سبحانه.
وشكرا لك يا ابو خالد. الله يجزاك خير. وكذلك الشكر للزراعه، ما قصروا، جابوا اجهزه وجابوا ناس ان يدربون على الاجهزه. والله شيء جميل، شيء عظيم والله يا ابو. يعني ما قالوا دوكم اجهزه واتركوهم. اي صحيح، حطوا لهم دور وحطوا لهم برنامج. وكذلك انتم ابو علي، دور الثروه الحيوانيه كذلك دور كبير قمتوا الدور. صحيح ابو خالد، جميل ابو خالد، دائره العمل التعاوني او الشراكه مع المجتمع المدني. ترى يا جماعه احنا لسنا بمنع ابو خالد، احنا ما احنا بمنع بين العالم، العالم موجود فيه تجارب جميله، ولسنا ببدع من الامر في مفهوم العمل التعاوني او الجمعيه التعاونيه. احنا عندنا قطاع حكومي الان قوي وفاعل، وعندنا نفس الطريقه قطاع خاص وما شاء الله اداؤه جميل. يبقى عندنا العمل الاجتماعي اللي القطاع الثالث دوره دون المأمول، بس ببساطة دوره دون المأمول. كيف نخلي دوره المأمول؟ ترى أنا وأنت أبو خالد، ترى هو لو عمل مجتمع، ترى أكثر هو شيء عمل مجتمع. الدول المتقدمة والدول سبقتنا من سنين في الحضارة قطعت مشوار جميل وقوي جدا في التكامل. يعني أنا حضيرتي هالصغيرة هذه، شفت أبو خالد؟ ما أقدر أحط سيارات وأحط حلبات وأحط أشياء ومصنع حلي، ما أقدر، ها؟ ولا اقدر احط خدمات بيطريه لكن اقدر اني اصير بجمعيه وانتظم بها، اقدر انظم الجمعيه او نحط جمعيه او نكون نحط حنا نحط، يعني مو بنروح كذا، لا حنا المفروض ان نجتمع، حنا نحط الجمعيه، حنا اللي نصير يعني قوه للجمعيه، ونحط فيها الخدمات اللوجستيه اللي تخدمنا جميعا باعلافنا من الاعلاف الى هذا. طبعا بالشراكه مع الجهات الحكوميه او وفق منهجيه او تواكب مع تطلعات القطاع الحكومي، ونفس الطريقه القطاع الخاص، القطاع الخاص دوره كبير معنا ومع المجتمع. فهذه اللي تبدع ان شاء الله باذن الله ونترقى فيه. فكل ما صار فهمنا ومفهومنا كبير بالعمل التعاوني، كل ما حققنا ان شاء الله الرياده وتميزنا. وكل ما قال واحد كن انت التغيير، كن انت التغيير اللي تحب ان تراه، ولا تحقرن من المعروف شيء. هذا حديث الرسول، لا تحقر المعروف شيء يا ابو خالد، وابسط الشيء كف اذاك عن الناس فتلك صدقه منك على نفسك. يعني اللي ما يقدر يسوي كذا ولا يقدر يسوي كذا ولا يقدر يسوي كذا، تراك يا كف اذاه عن الناس والله العظيم انه محسن ومحسن. فاذا كف اذاه عن الناس فتلك صدقه على نفسك، منك على نفسك يعني. فانا استرسلت بالكلام ابو خالد بهالنقطه هذه. اسال الله رب العالمين يوفقكم جميعا. الله يجزاك خير، جزاك الله خير، شكرا ما قصرت بعد. الله يجزاك خير ويكتب اجركم.